هنلاعب مين هنلاعب مين؟ خلينا نشوف الاسم بتاعه كده. هوبا كلايفورد، حلاوتك يا جيتو. بوندت اخر ماتش يا سلام. مولر و52 ماشي. ايه مستر مولر جوه يعني ولا مولر؟ سيب يعمل تاتو سيب روك باي بيبي روك باي. يلا بينا الكرة مع الحاج ياسين اللي داخل على فيكتورين وهرب وخاف وشد اللي حاسس. ليه كده يا ابن الزيدان؟ يلا بينا اقفل الاتنين. اديها لمين؟ عايز ايه يا جدعان؟ خبي كده. طيب عندنا زيدان هيرفع الكورة غالبا هيديها لناتوريزا وجو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللعبة المريبة دي؟ كان عنده حاجة بمدى؟ وان تو بمدى ولا خلينا في مضمون. مضمون بيقول لك ان احنا نعمل كده. ده مضمون قوي. يش عليك على شكلك ولا راح يشوط ده ليه؟ طيب انا مقلق ان هو يشوط، فخلينا نعمل دي كده، نعمل دي بلوك اكشن بقى. انيميشن فيلد ولا هنفهم ايه اللي جرى؟ طب هنتخيل بقى دلوقتي ان سكاكي عدى منه وبتاع ومش عارف ايه، وطبعا مازن وقفها بالبلوك. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ مش فاهم اي حاجه. ايه ده؟ ده اللي انا قلته. بما ان اللي انا قلته حصل يبقى هنعدي من نعدي من جيتو، نعدي من جيتو ايه؟ طب يلا بينا نجرب. ماشي هي عدت. ولا 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 وقفوه. طب ده هيديها لمين؟ ايه الغباء ده؟ طب ابلع الانتر احتياطي برضو؟ في الماتش البطيخي ده؟ اتنين شوط احتياطي ولا حدش. بقولك يجرب دي كده. ايه ده توقعها ازاي ده؟ ده انا لعبت لعبة مش منطقية. الواد ده هاكر اكيد. مش هاكر طبعا ولا حاجة. لا ده هاكر، ده عدت ازاي من شينجو؟ ابلع على تاكلالا، ابلع على انترالا، ابلع على حالة يا كونجو تندندو مرايو. طيب طيب خد واحدة كده وخد واحدة كده. ياه وأيا كان اللي أنا هعمله هي هتتقطع، فخلينا نديله تريبل كده ونجرب. لا يخرب بيتك ده، أنت بتقرا الأفكار. الواد ده مجرم. اقطاي إيه؟ اقطاي هو أيبك وأيبك هو اقطاي. يلا بينا. طب اقول لك حاجه، انا هلعب اللعب اللي مش في دماغي حلو. يعني مثلا الكره مع شينجو كده، شينجو يلعبها كده ونعمل دريبل عادي. هو يفكرني هعمل 1 2 لان انا المفروض اعمل 1 2. انا هعملها دريبل. لا بقى لا، ده ولا في دماغي ولا مش في دماغي. ايه ده؟ طب ارجع العب اللي في دماغي تاني ولا اعمل ايه؟ ابلع على تاكل انت خنقتني، وابلع انت. ايه الخنقه اللي الواحد فيها دي؟ يلا يلا يلا
عدي بقى عدي بقى عدي عدي بقى يا لعن ام. طيب يلا بينا هنا على وضعنا ونجرب بقى. اخر وقت اخر وقت خلاص. يلا حجو عنده ملحقتش نشوف عنده ايه. طب الكرة مع بيبي حبيبي يلا بينا. طيب خلينا نعملها كده يلا بينا. جون بقى دي يلا بينا. انا عايز اقابل جيتو واقفل له حركة اي كلام. يلا بينا. هو ده الاداء. اقفل له حركة. هو مبتقفلوش ولا ايه؟ بتقفل له عادي. ما انا هعدي يعني هعدي. يلا بينا. فول باور كمان. يخرب بيتك ده انت اللي مشغل فول باور. كده انا كريتي كارت. لا حرام ايه ده. طب ده بانه ممكن يديها لاي حد فيلا بينا. ده كان هيعمل دريبل. كان هيعمل دريبل. كان هيعمل دريبل. يعني انا كنت المفروض اعمل تاكل عادي بالبتاع العادية. طيب يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. وخش عليه بعمر. عمر بيحاول. عمر طيب يا عمر انت هنعمل ايه؟ مش عارف. هو ده هيحاول تقريبا يعديني بالدريبل فنديله التاكل المتين. يلا هوب التاكل المتين. ايه ده؟ ماشي ده مقفول له. ايه خد لك واحدة انت تديله بلوك وتديله انت انت كده خدنا الكورة. مش الكبير نرجوله كتير بينكو. نشد بقى كده ايه ونجيب جول. يلا بينا. ناني يلا بينا. مقفول له البلوك اللي ملهاش اي 30 لازم. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ اعمل دريبل. يخرب بيته. هو في بيتوقع الحاجات دي ازاي؟ مش مكان بتاع دريبل ده يا عم. ده انت لو شيطان مش هتقرا افكاري كده. اهو ده واحد تاكل عادي وده واحد انتر عادي فانا كده واخدها. طب اعمل ايه بقى؟ مش عارف بقى. هيقرا افكار تاني. خد اهو. بقولك يشغل في البار ونعمل دريبل كمان ونشوف. اخيرا اخيرا بني ادم اهو شبهنا اهو. امال في ايه؟ لسه عليك. طيب اقفل له حاجه بقى. طب هو هيفكرني ان انا هعمل دريبل كمان طبعا. خلينا نعمل انتر بتاع 1 2. ايه البار معايا يخرب بيت كده. هو في ايه الماتش ده ماله؟ الواحد لو داس في شخة كلب ما كانش حصل كده.
اخد الكره انا باتنين، لازم اتنين مدافعين وهو بواحد كده. انا ما خدتهاش كمان. عمر فني. حبل اجود. كمان كمان الدنيا هاتي، كمان هاتي، ما يهمكيش جرح حياتي. يلا بينا. ايوه طب احاول بقى انا اوقفها ولا اعمل ايه؟ لا استاهل يجي جون حلو. يلا بينا. اوعى تقول لي هيوقف، اوعى تقول لي هيوقفها. تخيل بقى ديفي ده يشوط واحدة وايت كده تخش. ما عنديش طاقة بصراحة العب شوط تاني. ما ده كان ايه؟ كان بوند ولا دي بوف؟ كان بوند. طيب انت كده 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 نجيب ده هنا، نجيب ده هنا. نجيب ده هنا مكان عمر، عشان عمر ده عشان خطورة. اللي اقول لك رجع عبر. هيعمل حركة برضو اللي بوند عالي وبتاع. طيب المفروض ميزان يطلع بصراحة، بس مش عارف انا احط مين. ماشي يلا بينا. يلا 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 كده كده مش هعمل حاجه. يلا بينا. يلا حاجه انا زهقت والله. يلا هوبا. بيشوط عليا كره القرع، وكرة القرع رايحة الحاج زيدان. بيغفل بسام، بيغفل براين، بيدخل عليه عمر اللي ما عندوش اي طاقة، وخد عمر الكرة يخرب. مفيش كلير، مفيش كلير. محاولة فاشلة. يلا بينا. حركة متخلفة. ما كنت ده. يلا بينا. طب احسن مكان ديلبي ياخدها. ديلبي اه يا ديلبي عبقري جدا ديلبي. ولا 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 ايوه 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 يلا بينا. هوبا لا لا ادي ده انتر وادي ده تاكل. طبعا ده حركة غلط اللي انا عملتها دي، المفروض كان ده تاكل وده تاكل برضه. يلا بالشباب. اتوتر الولد، اتوتر البني ادم طبيعي اهو بيتوتر وبتاع. ما ايه يص عليك وعلى شكلك. روح روحي. طيب الكرة في الملعب، راين بياخد الكرة وهوبا اللالا. نعمل ايه؟ نرميها هنا. دي رمية غلط.
يا ولا يخرب بيت ام الفراخ، هو كله قاعد يخبط فيها. الله طبيعي طبيعي. دي يا حاج مقفول له ايه ده؟ نعمله انتو؟ ايه وقفوا لابراين انا خده. كورتي تجري وانا اجري، هات الكورة لا لا والله اتكيت. باظت الدنيا باظت الدنيا عشان اتأخرت فيمتو ثانية كده. باظت الدنيا باظت الدنيا باظت الدنيا. أريجاتو.